بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر والبيوت المحميه. اهلا وسهلا بحضراتكم، وما تنسوش النهارده باذن الله تعالى بدانا في مدونه بانوراما زراعيه، والامور فيها الحمد لله كويسه جدا. يا ريت اي حد كده يبص، كل اللي يبص يدينا سكرين شوت او لقطه شاشه كده، اكتب بانوراما زراعيه رجب الشبراوي، بس مش بانوراما زراعيه، اكتب مدونه بانوراما زراعيه رجب الشبراوي، وهتدخل شوف الوضع بتاعها شكله ايه. واحنا طبعا لسه بجهز فيها، بجهز الصفحة الرئيسية وشغال، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى في غضون الاسبوع ده تكون مكتملة وفيها كم موضوع لو ممكن ينفعك يعني، وبنكمل باذن الله تعالى. وما تنسوش تدعمونا في المدونة وتدعمونا في الفيديوهات اللي احنا بنحطها على اليوتيوب. النهاردة بنتكلم عن مشكلة العقد في البطيخ. طبعا الفيديو ده انا كنت ناشره من زمان شوية، ولكن انا ما بحبش اتكلم من غير ما يكون في حاجة صورة حتى تشد او تجذب الزبون يعني. فالمهم العقد بتاع البطيخ، البطيخ معروف ان العقد بتاعه خلطي، يعني الزهرة المذكرة في ناحية والزهرة المؤنثة في ناحية، يعني العريس في ناحية والعروسة في ناحية تانية خالص، تمام؟ والانتقال بتاعه بيتم عن طريق الحشرات. طبعا هي لها الدور الاكبر في عملية التلقيح، ان هي بتحط على الزهرة المذكرة، بتاخد في رجليها حبوب اللقاح او الخلايا الذكرية وبتوديها على الزهرة المؤنثة، وبتم العقد وبتم التلقيح، وبعد كده بعد التلقيح بيتم الايه، بيتم الاخصاب اللي احنا بنسميه العقد يعني، تمام. القصة دي مش مقتصرة على، هي يعني بتزيد وبتقل بشوية عوامل، تمام؟ وتاخد بالك وتركز في شوية العوامل دي كويس. أول عامل فيها هو عامل الرطوبة، الرطوبة مهمة جدا جدا جدا. يعني الرطوبة لما بتيجي يا جماعة، أولا بتعمل لزوجة الحبوب اللقاح، تمام؟ بتبقى لزجة كده، فالانتقال بتاعها بيبقى صعب، تمام؟ دي أول حاجة الرطوبة، تمام؟ الرطوبة سواء بقى كانت الرطوبة ديت الجو نفسه مرطب زي في الخريف كده، بالنسبة للجماعة اللي هما بيبقوا على البحر يعني، زي سلطنة عمان مثلا أو في الكويت أو في الإمارات، الرطوبة تبقى عالية جدا في بعض الأماكن، لدرجة إن احنا نفسنا كبشر بنتعب، يعني احنا نفسنا كبشر بنتعب، فما بالك بالنبات نفسه. فكل ما زادت الرطوبة كل ما حصل مشكلة بالنسبة لعقد البطيخ. طيب بالنسبة للرطوبة، هل في يعني بالنسبة للرطوبة اللي هي في البلاد اللي انا ذكرتها دي ما تقدرش انت تسيطر عليها، وحتى واحنا زارعين داخل البيوت المحمية لا يمكن نقدر نسيطر عليها، تمام؟ ان دي من عند الله. تعمل ايه؟ مفيش حاجه اسمها تقلل الرطوبه يعني. وان كنا سمعنا على بعض اجهزه بتتحط في البيوت المحميه بتحول الرطوبه ديت لميه، ولكن برضو خليني معاك، انا هتحول الرطوبه لميه، ميه ايه؟ اذا كنت انا المراوح دي النهارده بتجدد الهواء اللي داخل البيت المحمي اساسا بتجدده ثلاث مرات يمكن في الدقيقه الواحده، تمام؟ اذا فالقصه ما تنفعش. طيب بالنسبه للرطوبه بقى اللي تعنيني واللي هي في ايدي انا، لما بكون زارع مثلا في الشتاء وتحت انفاق، تمام، زارع مثلا في 15 واحد، تمام، او اول واحد زرع بطيخ او كنتالوب، وحضرتك انا زارع في انفاق، طيب دي تخصني، لان لو حصل ان الرطوبه زايده فيش رطوبه زايده بره، تمام. طب امال ايه؟ الرطوبه بتزيد مني جوه. طب بتزيد ليه؟ نتيجة ان انا بروي الري ده، هو بيطلع النبات بيمتصه بروح فين؟ في المجموع الخضر بتاعه. طب المجموع الخضر بيعمل ايه؟ بيعمل عملية نتح، يعني بطلع المية دي، تمام. طيب المية دي بقى لما بتطلع ما بتلاقيش هوا، امال ايه اللي بيحصل؟ ان في انت حاطط نفق كان بلاستيك ولا غيره، وان كنت لو ايد البلاستيك في الانفاق بصراحة ربنا الجريل ده الشاش الابيض ده بصراحة اثبت وجوده عن البلاستيك بالنسبة لي انا يعني، تمام. واذا كان مرة واحدة، وقد يكون هو مش مكلف بس هو بيتزرع مرة واحدة، ممكن تحافظ عليه يعني يزرع لك مرتين، تمام.
ففي الوضع ده ان انا التهوية انا المتسبب فيها، متسبب فيها ان انا ما بهويش كويس، تمام؟ الرطوبة قصدي انا المتسبب فيها، متسبب فيها لاني ما برويش ما بهويش كويس، ما بعملش فتحات التهوية كويس. ليه؟ انا خوفا على النبات. يقول لي اصل انا عايز الحرارة، مش عايز هوا، مش عايز ادخل له برد. طب ما هو بالعكس، ده لو دخل له برد وكانت يعني درجة الحرارة لطيفة كده يعني فوق العشرين بشوية، أمورك كويسة جدا، يعني معدل النمو هيبقى كويس. طيب أمال أنت تقعد كامر النبات كامره، تمام، وهو مبسوط بأن النبات شغال. طب شغاله بعد ما هو شغال، بعد ما هو شغال ما بعد كده بيطلع وما بيعقدش عندك، تمام، العقد عندك بيبقى تعبان، تمام. طيب انت ما بحدش قال لك شيل النفق كله، احنا بنقول لك انت طالما بتزرع حاجه في غير ميعادها اكيد انت بتبقى راجل عندك امكانيات، تمام. طب الامكانيات بتاعتك تخليك لازم تعمل تهويه، تمام، سواء كانت التهويه مؤقته او تهويه دايمه. التهويه المؤقته ان انا العمال بيرفعوا الصبح او الساعه 10 كده وبينزلوا الساعه 3 النفق، ده كنا بنعمله زمان. تهوية دايما ان انا مع معدل نمو النبات في ناحية هبوب الرياح من النفق والناحية المقابلة ليها بعمل شاشات تهوية، او بعمل يعني بجعل البلاستيك كده بموس حلاقة وبعمل كده، تمام، حلقة زي دي كده، تمام، في البلاستيك بموس حلاقة كده، تمام، شفرة في الجنب اللي هو مش من ناحيه هبوب الرياح، لا الناحيه المقابله ليه. يعني انت لو زارع شرق غرب عندنا في مصر يبقى الريح بتجي لك منين؟ الهواء بيجي لك منين؟ بيجي لك من ناحيه بحري اللي هي ناحيه الشمال. لا انا بعمل الفتحات بتاعتي في الجنوب، ببدا لو عندي القوس مترين ونص بعمل فتحه بين السلك والسلك، بعمل فتحه كل مترين ونص مع النبات ما بيزيد، بعمل فتحه جنبيه مع النبات بيزيد، بعمل فتحه جنبها في الناحيه ديت، والنبات بيكبر معايا، بقعد افتح لحد ما اعملها شاشه كده، تمام، وبعد كده ابدا افتح من الناحيه اللي هي البحريه او ناحيه حبوب الرياح مع زيت النبات لحد ما بنوصل طبعا ل 15-3 ولا حاجه، وبنبدا نعرق النبات بتاعنا كله، تمام. الجو في مصر اتغير يا جماعه، فعشان كده بالله عليك، عشان كده لما الجو عندك اتغير وابتدى البرد يزيد شويه فانت اخر معاه، يعني اخر معاه، ولكن ما توصلش لان النبات يكون كله رطوبه. الرطوبه على فكره مش بتاثر على العقد وخلاص، لا، هي حتى بتاثر على معدل النمو نفسه، النمو نفسه بيبقى مش كويس، والعقد حتى لو حصل بيبقى مشوه نتيجه ان الرطوبه زايده. طب الرطوبة هتعمل لي ايه لو هي زايدة؟ هتعمل لي اعاقة اساسا لامتصاص الكالسيوم طبيعي، والقرعيات اساسا فيها كلها حساسة للكالسيوم، فهتطلع لي نبات مش مظبوط اساسا، يعني الثمرة مش هتبقى مظبوطة، السيمترية بتاعت الثمرة نفسها في البطيخ بالذات، في البطيخ وفي الكنتالوب بالذات بتعمل لي مشاكل، في اي نبات ولكن في البطيخ بالذات بتبقى عاملة لي مشاكل اكتر. فعشان كده يا جماعة عملية التهوية مهمة جدا 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 بالنسبة للوقت بتاعها وبالنسبة للعوامل اللي تتحكم فيها. إن كان عملية الري نفسها لازم يكون مقتصدين في عملية الري، إذا كنت بتحط أنت ملش عشان يقلل لك من نسبة الرطوبة دي، وإن كان النبات نفسه، تمام، النبات خد بالك، النبات خد بالك من حتة الملش دي، الملش ده لما هو بحوش رطوبة بحوش حشائش وبدفي كل الكلام اللي أنت بتقوله ده، تمام، ولكن الملش ده تمام طالما النبات اساسا كبر وعمل كتله خضريه، تمام، اصبح النهارده هو اللي بياخد الرطوبه من تحت، بالعكس بيوديها فوق، فعشان كده لازم التهويه تكون مظبوطه. لو التهويه عندك مظبوطه هتسمح بدخول حشرات جوه، لو التهويه عندك مظبوطه هتسمح بان العناصر الغذائيه تمتص بنسب كويسه، لو التهويه عندك مظبوطه هتلاقي العقد اللي يجي مش هيقع ابدا، تمام؟ تاخد بالك من القصه دي. اول حاجه الرطوبه 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 الرطوبه. الرطوبه مرتبطه ايه؟ بالتهويه 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 بالتهويه. مرتبطه بايه تاني؟ بعمليه الري بعمليه الري بعمليه الري. تاخد بالك من القصه ديت، ومحدش بيقول لك انت اليوم اللي تلاقيه كويس، لو انت بتهوي تهويه مؤقته
اهلا وسهلا. المهم حضرتك حتى لو تهوي يوم ويوم بس ما تكتمش النبات الكتمه اللي احنا بنشوفه فيها. تمام. رقم 2 بالنسبه للبرد نفسه بيعمل اعاقه لعمليه الامتصاص بتاع العناصر اللي هتاثر برضو على العقد، وهيعمل لي اعاقه لحركه الحشرات نفسها. معروف ان حركه الحشرات نفسها في الشتاء نفسه او في البرد الجو البرد خصوصا بالليل، اولا بالليل يعني 90% من حركه الحشرات بالليل. تمام. طيب الحشرات اللي هتلقح هتلقح بالنهار، عشان ايه؟ عشان في ازهار شعاعيه بتجذبها ليها اللي هي اللون الاصفر بتاع الازهار ده. تمام. فشغلها كله معظمه بيكون فين؟ في النهار. طب النهار لو بارد بتلاقي برضه في قصه ان الحشره نفسها الحركة بتاعتها مش مظبوطة. تمام. برضو هتلاقي الحشرة دي كمان مرتبطة بان انت بتحط فعلا خلايا نحل ولا العملية كده وخلاص. يعني انت حتى في المحاصيل الذاتية التلقيح زي الطماطم احنا بنحطه يا جماعة بنحطه خلايا فيها خلايا نحل، ونحل طنان كمان احنا بنحطه. تمام. واذا كان بيموت بسرعة وفي المراوح بيعمل لنا مشاكل، المراوح بتموته حتى لما بنحط شبك برضه والتغذية بتاعته، يعني قصة مش بتاعتنا احنا فبموت مننا، ولكن هو قد الغرض في الفترات الاولى وخلاص. تمام. فقد يكون برضه مشكلتك في عملية التغذية نفسها، التغذية نفسها. ولكن يا جماعة الخير اول حاجة على رأس العقد هي قصة الرطوبة الرطوبة الرطوبة. تمام. في العقد في أي شيء طالما الرطوبة مش مظبوطة الدنيا مش هتكون معاك مظبوطة. يزداد الأمر سوء لو الرطوبة صادفها درجة حرارة عالية، وأكيد طالما فيه نفق وفيه سطوع عالي للشمس خصوصا في وقت الذروة اللي هي بتكون من الساعة حاليا من 11 للساعة 3 كده، أو من 11 ل2. تمام. أو من 12 ل2 طالما درجة الحرارة في سطوع كويس للشمس والنفق متقفل ومش متهوي، اكيد درجة الحرارة هتزيد وهتزيد جامد جوه، لان النبات بيتنفس والحرارة طبعا اللي جاية من الشمس ما بتطلعش تاني لان مقفول عليها. تمام. مقفول عليه. فناخد بالنا بس من القصة دهية. تمام. وبرضو ما يكونش عندي اسراف في برنامج التسميد بتاعي، يعني برنامج التسميد بالراحة شوية. انت النهاردة بالنسبة للقرعيات، تمام، دايما احنا بنحط كتكوت. تمام. سماد كتكوت او سماد دواجن. سماد الدواجن ده يا جماعه الخير فيه نسبه عاليه من النيتروجين. تمام. فيه نسبه عاليه جدا من النيتروجين. النسبه العاليه بتاعت النيتروجين دي طبعا لان المعروف ان الدواجن او الحمام او كده ليه مخرج واحد، وبالتالي نسبه النيتروجين نفسها بتكون عاليه في بتكون عاليه في الـ في الـ في الـ في الـ المخرجات بتاعتها او السماد اللي خارج من الحمام او الدواجن. تمام. وانت بتحط ده، وبرضو بنبدا نحط اليوريا او بنحط سماد بكميه كبيره مع الميه مع الحراره مع الرطوبه، كل ده اساسا في مجمله كده بيعمل مشكله لعمليه التنقيح. إذن بنوصل للآخر، لأن إدارة النبات إدارة النبات إدارة النبات إدارة النبات إدارة النبات من الري، إدارة النبات في التسميد، إدارة النبات في عملية التهوية نفسها، إدارة النبات في أنك أنت تعمل توفيق ما بين كل العوامل اللي احنا ذكرناها دهيا عشان تطلع في الآخر بنتيجة كويسة. بيزداد الأمر سوء في، يعني أنا بقول لك أنت النهاردة لو عندك بطيخ مطعم وواحد مش مطعم وبيتعاملوا نفس الظروف كده، وحصل مشكل في عملية التهوية، هتلاقي المطعم المشكلة فيه ظاهرة أكتر. وأنا أعتقد واجتهادي الشخص أنه ظاهرة فيه أكتر، لأن أساسا الامتصاص بتاع العناصر نفسها وعلى رأسهم الأزوت العالي في البطيخ المطعوم بيبقى أكتر من البطيخ اللي هو مش مطعوم. تمام. ده اللي اقدر اقوله لك في قصة العقد، وكل عقد البطيخ، وكل واحد لازم يعني الدماغ دي تبقى يعني ما يعني يبقى ذهنك ذهن واحد زراعي، فاهمني؟ إدارة النبات يا جماعة، والله العظيم إدارة النبات، والله إدارة النبات
يعني اقصى من اداره الشركات. اداره النبات، اداره انك تدير نبات تمام حساس في الطريقه ديت عشان تنتج في وقت كويس، اداره النبات ديت محتاجه واحد فعلا يكون مخ زراعي، فاهمني؟ وانه ما يلتفتش حواليه كتير يعني، فاهمني؟ يعني دايما القرار المناسب في الوقت المناسب، والتنفيذ يكون في وقت برضه مناسب. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.